بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدونا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. ما زلنا في سياحة مع بمصاحبة أول كمان والبيانو مع الأغنية السودانية، على اختلاف الأشكال بتاعته وعلى اختلاف مضامينها. دلنا نأكد على يعني تفاصيل مهمة جدا في الكمان والبيانو للحلقة الثانية. أرحب بضيوفي الأعزاء دكتور أنس العاقب، مرحبا بك يا دكتور أنس، وأستاذ زبير سعيد، مرحبا بك أستاذ زبير. مرحبا. ونبدأ سياحتنا لهذا اليوم مع عدد من الأغنيات على الكمان والبيانو، ونتواصل إن شاء الله في حديث ممتد عبر هذه الأمسية. نبدأ مع الفنان الجميل عبد الحليم آدم. تفضل يا عبد الحليم. وناي الغسي رحمه الله، والفنان الكبير حمد الريح رحمه الله، وحمام الوادي. Thank you.
شكرا جزيلا لعبد الحليم آدم على الأداء الجميل ده، ولا بد من التحية لذكرى الموسيقار ناجي القدسي. أنا أفتكر أنه الأستاذ ناجي القدسي تعامل مع اللحن ده يا دكتور أنس بنوع من الحنية يعني، وفعلا هذا البعد يعني فيه تفاصيل عاطفية شديدة جدا كانت موجودة حاضرة عبر اللحن وفي شكل التفاصيل وكده. خلي المعاني ظهرت أكثر مع كمان البيانو أكثر يعني. فنتكلم شوية كده عن ناجي القدسي قبل ما ما, ما ما نمشي. المرحوم ناجي القدسي كان متميز بأسلوب في التلحين حقه براو. نعم. وفي أي أغنية يعني لحنة واضح الأسلوب بتاعه في بناء العبارة والجملة والتفاصيل الصغيرة الصغيرة جوا. شوف الأغنية بتاعت حمام الوالدة دي، تارا را لا 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 لا، نص التون ده اتكرر أظنه 3 مرات. صحيح. ودي حاجة ما عادية في الغنى السوداني، لكن عنده دلالة بتاعت حزن شوق يعني مفاجأة يعني. زول بيبكي، زول حزين، زول بنادي، زول مشتاق بيطلب من الزول الثاني يرجع. دي واحدة من الحاجات اللي بتظهر حسة في الشغل بتاع الدويتو ده. الشيء الثاني أنا لاحظته إنه أنت وسعد شغالين بالداينامكس، اللي هي الداينامكس شنو هي؟ بين الحدة والخفوت. يعني ما الشغل كله حاد كده زي ما في الأوركسترا عندنا في السودانية. نعم. ما بيعرفوا غير الحاد ده يعني، ما عندهم وسيط بين الهدوء الخفوت الشديد البيانيسيمو زي ما بيقولوا. نواضح في الشغل ده. المغني عبد الحليم أنا يعني أكاد أقول إنه هو خلطة بين صوت حمد الريح وصوت زيدان إبراهيم، طلعت عبد الحليم. يا سلام. عشان كده الأغنية بتاعت حمد الريح أداها بعض من 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 إشارات صوت زيدان، وداع عمق اكثر يعني. هو طب عنده صوته حقه يعني. ف لما تيجي تسمع هذه القصيده الاسيانه يعني وبهذا الايقاع المتمهل، تحس بانك يعني امام لوحه كده، لوحه يعني رغم انها فيها شيء من الرماديه وكده لكن براقة يعني، برضو بنفس الشيء براقة. والموسيقى طبعا يعني هي الفن الوحيد اللي بيتجاوز الأشياء يعني، لأنه فن أبستراكت يعني. صحيح. فهذا الأداء في كل غنوة نحن سمعناها هو مختلف. طيب يا دكتور أنس، أنا حقيقة يعني برضو لاحظت حاجة في الأغنيات زي دي يعني. نعم. في الاغنيات زي دي لاحظتها يعني مع الكمان والبيانو، في استرسال كده في الاداء، وفي يعني كميه من التفاصيل يعني تحس انه في راحه شديده جدا في الاداء. نعم. ودي واحده من الحاجات اللي احنا حقه يعني انا بفتكر انه هي اكتشاف جديد، كل مره الفنان بيكتشف حاجه جديده في نفسه. نعم. فانا افتكر انه لو كل الفنانين جربوا اساليب مختلفه من الاداء. نعم. يعني الواحد ما يكون اسير لفكره واحده، يتحول يعني مره يعمل حاجه بالكمان والبيانو، مره مع الاوركسترا، مره مع العود، مره. لا. لانه ده بيكسبك اساليب متعدده من الاداء. يعني انت تتخيل سلافه الفن عند مهند. نعم. زي سلافه الفن عند البلابع، كل واحده لانه مفرد استطاع. نعم. انه يعبر بحريه شديده جدا. نعم صحيح. ديك ثلاثه مع بعض ملتزمين بخط واحد كده. نعم. كيف يأدوا مع بعض عشان ما ينشزوا. صحيح. عشان ما يطلعوا عشان. لكن ده واحدة من الحسنات أنه الإنسان يجرب يعني التجربة هاي. والتجريب مع الأوركسترا ممكن يجرب. صحيح. لكن لما يجرب مع كمان وبيانو بيبقى تجريب
أكثر أكثر تطور صحيح، أكثر قرب من الفنية، من حاجة جعلها أرت سونغ يعني جدا فنية، شو مهارات يعني أنت بتكتسب مهارات معينة في الأداء زي ما قلت لك بين الداينامكس الخفوت والعلو في الصوت دي حياة مهمة برضو في الأداء الصوتي يعني. طيب يا أستاذ زبير خليني أمشي معك لحتة ما بعيدة منهم، حتة وجدانية كده. نعم. هذه يعني التفاصيل الحميمة ما بين ناجي الغصي والراحل الكبير أستاذنا حمد الريح رحمه الله، خلينا نتكلم عن التفاصيل دي. يعني هسه احنا في تجربة لحنية فيها نوع من الدبلوماسية الشعبية ما بين صحيح. اليمن وما بين السودان. أنا أتخيل إنه يعني نحن قدرنا نوصل الشيء اللي عايز أقوله ناجي الغصي بالصوت الحنين بتاع أستاذنا حمد الريح، نفتكر ما في أجمل من كده على المستوى الدبلوماسي والشعبي. يا أخي شكراً يا لؤي، لأنه يعني السؤال ده غيم، وأنا أفتكر إنه السؤال بيكتسب قيمته من المحاور للمحاور لما أنت تكون متوقعه. يعني أجمل سؤال أنا شخصياً يعني بسأله لما نكون متوقعه، مش لإجادة الإجابة ولكن لتأكيد شكل التوافق الروحي والنفسي الحاصل في طقس الحلقة. يعني نعم. أنا من قبل بذاكر في إجابة أنت سألتني السؤال. حمد الريح بالمناسبة كان بينظر لليمن كلها في شخص ناجي الغدسي. نعم. وناجي الغدسي ظل ينظر للسودان كله في شخص حمد الريح. نعم. لكن إجت وسط حمد الريح حلنجي القادم من كسلة، يعني شوف كسلة توتي اليمن المثلث ده عمل شغل بتاع وجدان بالمناسبة أدبيا في شغل كبير سبقه، وبرضه دخلت فيها هسه الحصحيصة وأبروف وخشت فيها حصحيصة وأبروف ومناطق أخرى. نحن مهمشين مش كده؟ شرق السودان برضه شرق السودان، وانت من درمان؟ لا انا شرقاوي. نحن شفت حشي شرق السودان، اكد وجود حلنجي. نعم. لكن خلينا نقول برضو انه سيد احمد الحردلو ودكتور نزار عبد الغانم والطيب عبد الله ولاحقا افرع عصام، يعني دي الناس العلاقه ما بين السودان، يعني جسر الوجدان ده كتاب، جسر الوجدان ما بين اليمن والسودان. الناس اللي ارتبطوا جينيا بين السودان واليمن زي الطيب عبد الله وفرع عصام، وفي العلاقه على المستوى السومانيه سموها نزار غانم، نزار عبد الغانم دكتور، وسيد احمد الحردلو، هم الاثنين اصدقائنا. واحمد ربشه كمعطى بتاع ابداع، لكن دول اشتغلوا على المحتوى بتاع العلاقه بين السودان واصدروا كتب، عملوا جمعيه اسمها السومانيه كرابط ما بين مختزل، وعمقوا للعلاقه دي باعتبار انه الحردلو كان سفيرنا في اليمن واصدر عدد من الكتب اللي بتاكد هذه العلاقه. انا افتكر انه علاقتنا باليمن يعني علاقه محتاجه لاعاده الكشاف. نعم. لانه اليمانيه ديل ارتباطهم بالمجتمع السوداني ارتباط قديم. يعني انا بتذكر احنا زمان اكثر دكان مؤتمن عندنا وموثوق فيه في بانت هو دكان اليماني. يا سلام. معروف جنب دكان عمك حسن، الناس اللي سكنوا بانت غرب بيعرفوا التفاصيل دي. طيب السودان انا ما بقول فضلي، لانه العلاقه بين الشعوب اصلا تكامليه. السودان لعب دور كبير جدا، بالذات المعلم السوداني لعب دور كبير جدا تجاه حركه التعليم في اليمن. والمساله دي الاخوان اليمانيه حافظينها علينا حفظ بالمناسبه في درجه من الود والاحترام والتقدير اصلا ما بتتخيلوا. يا سلام. يعني محفوظه المساله دي. اكيد. لكن لما تيجي تتبلور العلاقه وتبقى في علاقه بتاعت ابداع والطيب عبد الله نفسه ربنا يديه الصحه والعافيه صديقنا الفنان الكبير. فانا افتكر انه بنحتاج نشتغل شغل فيه تخصصيه اكثر وفيه نماذج اكثر لعلاقه الوجدان بين اليمن. يا سلام. والسودان. احنا حنرجع اكيد للملف ده، الملف ده ملف كبير جدا. نعم. جدا حنرجع له، ولكن نسمع الفنانة الجميلة شموس ونرجع مرة ثانية. Thank you.
شكرا جزيلا لشموس. وحقيقه يعني العمل ده بقى زي 3D، بقى مجسم. العمل ذاته يتحول لحاجه مجسمه، بقى عنده زي 3 ابعاد يعني. ويعني صراحه نحن
انا في تقديري وده رايي الشخصي يعني انه احنا يعني موسيقانا السودانيه غنيه جدا. نحن مشكلتنا انه نعيد انتاج الغنى ده بشكل بانماط مختلفه عشان ندي فرصه للمستمع ذاته انه يتقبل او يتلقى الحياه دي باشكال مختلفه وعشان نقدم العمل زي كل مره بشكل جديد. فمتعه الاكتشاف الاعمال كل مره بتسمعها بشكل جديد ومختلف ده بيضيف للمخزون السمعي بتاع الزول نفسه يعني بخليك تقدر تقارن. نحن في السودان مطلقين جيدين بنسمع الكلاسيك ميوزك وبنسمع كل التفاصيل يعني عبر الدنيا فبيخلينا يعني نعمل مقاربه ما بين تفاصيلنا احنا والتفاصيل العالميه. فانت رايك شنو في كلامي ده يا دكتور؟ انا قلت قبل كده يعني التراث ده اذا ما تناولناه باهتمام نعم واذا ما تناولناه برؤيه جيل جديد نعم بيموت. صحيح نعم. عشان كده في كثير من الدول يعني عندها اغاني متجدده طوال في حياه الناس ومتجدده في انه بيتناولوها كل جيل بيتناولها بشكل مختلف. الوان الزهور دي افتكر هي اسمها الخرطوم. نعم صحيح. وانا بتذكرها وانا طفل صغير يعني لما كانت السينما المتجوله بتجي في ساحه كده في كسلة وبتعرض بعض الافلام وبتعرض الاخبار السودان وكده وبعد كده من ضمن هذا الكليب يعني عمري كان كم كده 9 سنين 8 كده كيف؟ فاول مره نشوف الالوان اول حاجه يعني الاغنيه دي سجلت بالالوان واللحن ده يعني ذاته بسيط يعني ما لحن معقد يعني الوان زهور. وافتكر يعني هو كلمات عبد الرحمن الريح نعم وتكون الحان برضه يعني نعم. وما انسى تلك السيده الجميله اللي جات في الحديقه والتوبه اشتبك في مع شجيره كده فيها شوك يعني يعني المشهد ما انساه كله كيف في خلط التوبه من فرسخت الاغنيه دي في ذهني انا شخصيا وشفتها مره واحده ثاني ما شفتها كله لكن كانها قدامي حسها لكن الاغنيه ثبتت. الشاهد انه حسب الاغنيه دي بدات تعود ثاني من جديد برضو الناس لكن بشكل عشوائي. صحيح. الليله انتوا لما قدمتوها بشكل جديد نعم وشموس طبعا كمان اجتهدت في انها تقدم الاغنيه بشكل جديد ايضا بصوتها. وده المطلوب يا استاذ يعني صحيح. الثنائيه دي يوما ما ان تكون هي بين فلوت وبيانو يوم ممكن تكون بين كمانجه وعود يعني ممكن بين كمانجه وعود يعني الاوركسترا السودانيه دي بدت بشنو؟ بدت باربع حاجات صحيح كمانجتين وطبله وكورديون يعني الناس كانوا بيغنوا عادي يعني صحيح. فانا افتكر يعني التجربه بتاعت الثنائيه دي حقه ما تتوقف. نعم. وانت طبعا يعني غني عن التعريف استاذ سعد فلتكونوا رواد هذه المساله يعني ممكن تقدموا اكبر عدد من الاصوات الجديده بهذا الشكل. نعم صحيح. يعني ما بالضروره الكسرة كلها يعني بهذا الشكل تقدموا شاب جديد بيغني بشكل جديد. بعد ذاك هو لو ما يشتهر اللي يجيب الاوركسترا الدايره ان شاء الله. لكن والله احنا عايزين نقدم الناس بشكل ونحافظ نرجع يعني نجتهد في اننا نبحث نشوف الاغاني فعلا المحتاجه صحيح. الناس من واكثر حاجه نعمل انه ما نكتفي بغنى الخرطوم ده صحيح. هي ذات فرصه نجيب من نعم فرصه للتمدد في التجربه دي نعم ولانه نحن نقدر نصل بها لاكبر نعم. حيز ممكن نعم. يعني يا استاذ زبير الذاكره البصريه اللي عندنا في الشعر بتاعنا والغنى بتاعنا السوداني يعني الوان الزهور يعني احنا بنعتمد في الحس بتاعنا الشعري على الذاكره البصريه ده بيساعدنا كثير احنا كموسيقيين في ان احنا يعني نوجد يعني الخبرات الجماليه اللي عندنا في الاداء يعني ما يتكلم عن اغنيه فيها معرض كده الوان وزهور وكده يعني ده خلي واحده من خصائص الاغنيه السودانيه. هي الأغنية السودانية أصلاً طبعاً مرتبطة بالوصف التعبيري نعم. العالي يعني ونقلة هي ذاتها أصلاً فكرتها فكرة فيديو كليب يعني نعم
الاغنيه السودانيه من خلال رؤيه شاعره اصلا هي يعني برعت من زمن بعيد جدا في وصف الطبيعه يعني. وانا من ملاحظاتي البسيطه انه يعني النيل في الاغنيه السودانيه حضور غريب يعني حضور عجيب جدا. انا عندي اعتقاد جازم بانه السودانيين ديل بيفتكروا يعني عندهم قناعه كده ما بيقدروا يعبروا بها الا من خلال الفنون. نعم يعني زي اللي عندهم احساس انه النيل ده بينبع من السودان وبيصب في السودان، يعني عندهم احساس عجيب بانه النيل حقهم هم براون. فرنسا ما فيها اتفاقيه مياه نيل ولا فيها سد مرع سد نهضه ولا فيها مشاكل بتاعت مياه، لانه النيل زي ما بيقول صديقنا عملت معه حوار قبل الزمن جمال حسن سعيد، سالته عن النيل قال النيل هو اجمل الثعابين الاليفه التي تجري في سلسلتنا الفقريه. يعني تعبير ذاته فيه فلسفه وفيه عجيب، يعني اختلاط نحن دمنا ده ذاته نسبة الماء الفيو دي نسبة عالية من النيل، عشان كده نحن حبنا للنيل ما حب بتاع انه النيل ده نحن نستثمره قدر شنو ولا نزرع به شنو، نحن بنحب النيل لجماله المطلق. يعني حظنا في النيل اللي ما بيقدر تنازعنا فيه اي دولة واحساسنا به كمكون جمالي، دي ما بتخش فيها اتفاقيات ولا شلت حقه ولا حقك، عشان كده نحن حبنا للنيل صب في اوريدتنا وشرايينا الابداعيه. يا سلام. بنحب النيل من خلال الغنى، وتعبير النيل في الغنى السوداني يعني بيشكل مساحه غير عاديه. عشان كده زي ما بتجدد النيل ده زي ما بتجدد النيل بيتجدد الاعجاب بالاغنيه السودانيه. ده كلام جميل جدا، وده بدينا حافز يا استاذ سعد انا وانت انه في المرحله الجايه دي نشتغل شويه على الجانب ده. يعني المعاني الضمنيه الموجوده اللي بيقول فيها استاذنا الزبير خلي فيها تفاصيل كثير ممكن تظهر بالكمان والبيانو اكثر من غيرها من الانماط يعني. صحيح ممكن طبعا شيء مؤكد، ومن بدري احنا كنا نفكر في انه نبدا بالبيانو والكمان، بعد شويه ندخل آلة الباص وآلة ايقاعيه زي درمز، يكون كملت المنظومه كده. نعم. ف نحن موعودين بتجارب ان شاء الله تكون في غادم الايام. طيب احنا نمشي ونسمع تاني نستمع للفنان الجميل عبد الحليم آدم. تفضل عبد الحليم. والكون شرب لون الجراح
والناس بتسأل عن بلاد مظلومة معروف وين 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 يا قلبي ليزول نيل حضن الأسى عبر السنين في اللحظة دي والناس بتسأل عن بلاد مظلومة معروف وين 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 يا قلبي ليزول نيل حضن الأسى عبر السنين صديق اشتقت لك شوق السحابة الراحلة الراحلة في لحظة دي اشتقت لك شوق السحابة الراحلة الراحلة يجوف الشتاء عطشانة تحلم بالخريف في اللحظة دي والناس بتسأل عن بلاد مظلومة معروفة وين 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 يا قلبي ليزول نيل حضن الأسى عبر السنين في اللحظة دي السحابة الرحلة الرحلة في اللحظة دي اشتقت لك شوق السحابة الرحلة الرحلة بجوف الشتاء عطشانة تحلم بالخريف حنين حنين طاقبي وحنين حنين 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 طاقبي وكايس مجي وداير يجي كايس مجي وداير يجي في اللحظة دي اشتقت لك اشتقت لك في اللحظة دي اشتقت لك اشتقت لك واحتقت لك اشتقت لك واحتقت لك اشتقت لك فرد الجناح لملم مصابيح النهار والكون شرب لون الجراح والعتمة نامت في الدروب والليل لبس أجمل وشاع في اللحظة دي اشتقت لك في اللحظة دي اشتقت لك اشتقت لك واحتقت لك. طيب شكرا جزيلا لعبد الحليم على الأداء الجميل ده. نحن في ختام هذه الحلقة برضو صوت النساء عنده بعد يعني بعد تاني مختلف ويعني عنده طعم مختلف في التعامل مع كمان البيانو برضو بيظهر فيه تفاصيل بطبيعة الصوت النسائي بتفاصيله المختلفة.
أسلوب بتاع غنى محمد مرغني متميز خالص، لأن صوت محمد مرغني صوت طروب، هو محدود لكن طروب جدا. وأنا أذكر أنه أشاد بصوته بليغ حمدي، بليغ حمدي قال هذا صوت من يبدأ لغاية ما ينتهي طرب، يعني قال أعجبني هذا الأداء. عشان كده الزول لما يغني محمد مرغني لازم يغني بصوته، بصوت المغني يعني، مش بصوت محمد مرغني، لأن صوت محمد مرغني يعني لا يقلد، يعني عنده ميزة كده. وعشان كده عبد الحليم غنى لمحمد مرغني، يعني ما قلده، لكن شال غنى اللحن بصوته، بصوت عبد الحليم. طيب وبالنسبة للصوت النسائي، بالنسبة للصوت النسائي في التجربة مع الكمان والبيانو، الأصوات النسائية يعني، أصوات النسائية طبعا أصلا هي أصوات حادة. نعم أنا قصدت الأصوات النسائية والأطفال، إلا أصوات الحادة يعني. نعم. من الألتو لغاية السوبرانو. لكن إحنا في السودان الأداء النسائي أغلبه في الألتو، في التخين عند النسوان. نعم. عند المرأة يعني. لكن زي صوت الشموس هو شوية أعلى، لكن بيصل مرحلة ما عدم تدريب الصوت، يعني في النهاية مش في عيب في صوته، أنه كيف ينفتح يطلع لفوق، ودي ممكنة يعني بالتدريب وبالتعب ممكنة وبالغنى الكثير يعني. فعشان كده يعني نادر كده عندنا أصوات سوبرانية يعني تقول دي سوبرانو يعني. لكن في الألتو والبلابل حنان النيل مجعل ديل كلهم في ديل صوت الغليظ عند النساء، اللي هو الحاد الأكثر من حاد عند الرجال يعني. يا سلام. لأنه الرجال الحاد عندهم التينور، فديل هم أعلى من التينور، لكن هم في المنطقة دي يعني منطقة وسيطة كده، تلقى نعش الفلاتية عند نمن الخير عند كده، فطن الحاج صوته أعلى، أصدق كيف؟ فالأصوات النسائية مع الـ مع الـ مع الـ مع الفيديو مع الـ مع الديويتو ده عايزة تدريب. ده كلام جميل. عايزة تدريب أو الزول قبال ما يعني أسبوعين كده الزول يغني عشان يسلك صوته للدرجات العالية وللدرجات الخفيضة. يا سلام أستاذ زبير، نحن واضح إنه إحنا على يعني قاعدين نستقبل في تجربة ممكن تكون جديدة بشكل واسع شوية، يعني هذه التجربة الكمان والبيانو في الأغنية السودانية أفتكر إنها مرحلة قادمة تحتاج إلى مساندة وفرصة جديدة للمتلقي السوداني إنه يسمع سمع جديد ومختلف. وشوف حالة الصخب الحاصلة في الساحة الفنية دي محتاجة مشروع مستنير. مشروع موسيقي، مشروع متكامل فيه الأضلاع والمسؤوليات، وبيقابلوا وعي جماهيري بالضرورة، يقابلوا وعي جماهيري، يقابلوا مستوى رفيع من التذوق، يقابلوا مستوى متفهم من أجهزة الإعلام نفسها. لأنه الحصار الحاصل ده، الحصار السمع الحاصل ده للصخب ده محتاج لمشاريع مسؤولة ومشاريع جادة ومشاريع كبيرة وعندها عمقها وثقافتها، على أساس أنها تقدر على الأقل تبطي من مد هذه الفوضى الحاصلة يعني. شكرا لكم كثير يعني. نحن في ختام هذه الحلقة نشكركم شكر جزيل، ويعني استمتعنا بلحظات جميلة جدا في سياحة في الأغنيات السودانية عبر الكمان والبيانو. وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر هذه الحلقة، وختاما مع الفنانة شموس، وإن شاء الله غدا لقاء جديد من مزاج سوداني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.